بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 8 ربيع الأول 1444 موافق 4 أكتوبر 2022. هذه تصفية لما قبل السدر. لكي ندخل موسم لابد أن نصفي الخلايا من عسل الزهور أو من عسل الدماس أو من الخلط الأعسال المخالطة لكي ندخل السدر. موسم السدر يكون صافي إن شاء الله تعالى. هذه البراويز، هذا التختيم، هذه الحضنة، وهذه مادة العكبر كما ترون. هذه مادة العكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة للجميع. هذا الفراز الكهربائي، وهذه كالرغوة اللي هي طبقة الريم، وهذا النحل على السدر تزهير قوي ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. هذا صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.